ما كانت واجد الان في واحد الحفل تكريمي، والاصدقاء اللي نحن انا شخصيا يعني فاجاتني عاوتاني الرئيسه المره الثانيه برجل الاصطناعيه والحمد لله. والاخ ديالي هشام حتى هو بدراجه ناريه ورجل الاصطناعيه، والاخ اخر حسان حتى هو رجل الاصطناعيه. واليوم غادي سنينا واحد الشراكه مع جمعيه فرنسيه اللي كتجيب لنا الماتيريال كل سنه الحمد لله، وهذاك الماتيريال كيخلينا اننا حنا نزيدوا نثقوا في ريوسنا ونثقوا في الناس اللي كيساعدونا، وكنبينوا للناس اللي كيعطيونا الماتيريال اننا حنا فعلا كنستاهلوا ذاك الماتيريال، وغادي نزيدوا ان شاء الله نطوروا به ريوسنا من هنا لقدام ان شاء الله. الناس اللي كيعاونونا يعني كما كنقول لك راه ما غنقدروش نجازيهم حنا قد لك شي، لا يقدر يجازيهم بهم الله سبحانه وتعالى، ونسال الله انهم يرزقهم الجنه ويرحم لهم الوالدين بهذا العمل. وان شاء الله هذا العمل هذا راه تكون صدقه جاريه، ما حدنا اننا حنا كنستافدوا من هذا الماتيريال وكنستافدوا من المساعدات اللي كيعطيونا، ان كتبقى لي صدقه جاريه، لان حنا غادي نوصل واحد الوقت ما نقدرش باقي انا غادي نتريني ولا نخدم، يعني غادي نحاول اني نعاون الشباب الناشئين اللي كاينين معنا في الجمعيه انهم حتى هما غيزيدوا يستافدوا من ذاك الماتيريال وغيستافدوا من مجموعه ديال المساعدات اللي كيديروا معنا المحسنين ولا الجمعيات. يعني وهذا كنقول لهم الله غادي يجازيكم من حيث لا تحتسبون ان شاء الله. دخلوا عليا بواحد الفرحه ديال دراجه ناريه ورجل اصطناعيه، وصراحه كنشكر اي واحد يعني شاف من جهتنا حنايا، يعني شكرا ليه بزاف بزاف صراحه والله. يعني واخا نظن نقول شكرا شكرا تصبا، ولكن صعيب انني يعني نوصف ذاك الشعور اللي بحال قلتي صدمه وفي نفس الوقت فرحه. كره القدم يعني ما نكذبش عليك، انا اول حاجه يعني كنت قبل لا توقع لي الحادثه يعني كنت نيت مبلي بكره كما كنقولوا حنا، ونهار تقريبا عرفت بان كاينه هذه الجمعيه النهضه الاكاديريه يعني دخلت وانا فرحان ان شاء الله كنعطيو، وكما كنقولوا حنا راه عائله ماشي جمعيه. الحمد لله اليوم مر الحفل ديال التسليم ديال المعدات للفريق ديال الجمعيه، واللي هذه الجمعيه جاتنا من فرنسا خلال انها تدعم الجمعيه من لوجيستيك وايضا كذلك حتى في الجانب التقني. غادي ان شاء الله نديروا دورات تدريبيه وتكوينيه للفريق وايضا الطاقم التقني. الحمد لله كان بين ثنايا هذا الحفل اننا نكونوا مفاجات في الشق الاجتماعي للجمعيه، اننا نفرحوا بعض اللاعبين كما شفتوا كما تبعتوا معنا من الاول ديال الحفل، فهذا هو الهدف ديال الجمعيه في الشق الاجتماعي وايضا في الشق الرياضي، هو دعم وايضا اثبات الشخصيه ديال اللاعب من ذوي احتياجات خاصه داخل المجتمع. دونك اليوم جينا لهذه المناسبه اللي صوبات جمعيه غونيسانس اكادير بور لي زانفان انديكابي لي ادولت انديكابي بار لو بيي دو فوتبول. دونك حنا درنا واحد لو كونترا دو بارتناريا اللي سينينا مع اختي نزهه اليوم، باش حنا الجمعيه ديالتنا الكلوب ديالنا اللي كاين في برا نتعاونوا معاهم. هاد الخطره صيفطنا لهم التونيات ديال الكره مع لي شورت لي شوسيت، الخطره الثانيه ان شاء الله غادي نصيفطوا لهم الماتيريال لي بالون لي كاش دو فوت لي جالون كلشي باش يترينيو دان دو بون كونديسيون. ودخلنا ان كونتاكت مع السبيطار ديال تولوز غانكوي باش نشوفوا مع الطب ديالهم الى دينا لهم العبار ديال الدراري اللي كاينين هنا باش نقدوا نشوفوا كيفاش نصوبوا لهم لي بروتيز ديال لي مين ديال اليدين ولي بروتيز ديال الرجلين. انا فرحان بزاف بزاف ان طانك بريزيدان باللي درنا هاد لا كونفنسيون مع هاد الجمعيه هادي، حيتاش هاد الجمعيه راه محتاجه. انا حسيت باختي نزهه اللي دوات معايا باللي هما محتاجين الماتيريال، محتاجين شويه لوجيستيك، محتاجين كل شيء. وانا ان طانك بريزيدان الحمد لله الكلوب ديالنا صافا الحمد لله، قلنا غادي نتعاونوا معاهم ومن هنا لقدام نديروا بزاف ديال لي بروجي. راني خدام دروك نيت في واحد البروجي باش نجيب الدراري ديالنا اللي كاينين في فرنسا باش يجيو يدوزوا واحد 3 ايام هنا، ونجيب المدرب ديالنا باش يجي يعطي لهم الحصه للدراري ديال هنا، ونديروا واحد الماتش بيناتنا.